أغلبهم. حلو، وأعتقد أن أيضا بناتنا في المملكة العربية السعودية طبعاً. يعني عارفين أخلاقياتك، وأن أنت ما تتكلمين عن أحد بهالطريقة. أنا يعني أنا عمري ما سمعت لك مثلا تيك صوت مثلا متحكي ويا أحد عن أحد بطريقة سيئة. يعني حتى ذكر لما سووا التاتش اللي افتعلوه بيني وبينك على يوم ما طلعت فنورت، وأنا قلت أمل تحكت كلام مبتور صحيح. وبعدين تحكت عن بس في ناس دشت أبوي أوكي أنت تعرفينهم صح. هذا للأسف في الموضوع أن الناس تقعد تفهم وتحلل أي شيء 60,000 تحليل. في ناس تحب تربط عصا على صدفة. يعني إحنا في رمضان، في ليالي رمضان قاعدين تشذبون، تسوون أكاونت توا مسوينه وتكتبون منشيت على أساس تسوون بلبلة. أنا عندي مقولة دائما أقولها، إحنا خليجنا واحد، إحنا لازم على طول نكون على إيد واحدة وقلب واحد. يعني بعد إن شاء الله العملة راح تتوحد وغيره. أنا استغرب حتى من اليوم واحد قال لي قاعد مجدين ولد ابن بلدك بين اللهجة بين سعودي متهو يعني إن أنا أشد في بوعدنان في بوالملايين وتحكيت عن حتى ريماس منصور وأشد لما قال لي أنت قاعد تمجدين في ابن بلدك وناصر القصبي وما شو. قلت له يبا ناصر القصبي اليوم فنان خليجي، اليوم نفس ما هو عبد الحسين فنان خليجي، اليوم احنا بيتنا هو الخليج. بس في ناس ما ادري شلون تفهم المواضيع اكيد كلها غلط وتحللها 60,000 تحليل. يعني واحد شنو يقول؟ اكيد يلا هذا الزمن ولازم احنا نمشي فيه، لازم واحد لازم يكون واثق من نفسه، واثق من اللي هو قاعد يسويه، والناس لازم تكون واثقه منه هو شنو. فانا اعتقد انه الناس عارفه يحبني لكم، مش كبرها تطلع مني حلوه.